يو دريما كوبيكسيا ومرحبا بكم في فيديو جديد. الا كنتي اول مره كتفرج فيها ما تنساش دير معاك واحد اللايك وسبسكرايب وتبارطاجي الفيديو مع عشرانك باش وقت ما تحطي فيديو يوصلك انت الاول. رجعنا لكم بواحد الجيم جديده كما قريتو في المينياتير سميتها ميست سيرفايفل. كنت حطيت لكم في الكوميونيتي ديال الشين واش بغيتو هاد الجيم وبزاف قال لي بغيناك تجربها. كنتمنى تعجبكم وبغيت السيبورت ديالكم في هاد الحلقه باش نكملوا في هاد السلسله ان شاء الله في الشين. واللي باقي ما داز عندي الانستغرام يدوز عندي، غادي تلقاو الانستغرام ديالي تحت في الديسكريبشن. وكالعاده اصحاب الجمال راني ما ناسيكمش، اوتوماتيكمون الحلقه كي تتحط في يوتيوب كتحط في فيسبوك غتلقاو لي انت على الباج اللي تحت في الديسكريبشن. بغيت سيبورت ديالكم بروج ولا هذيك الباج ما بقى لينا والو العشراكا. ونخليكم دابا مع الفيديو. كي بسم الله على بركه الله نبداو في هذا الجيم الجميله ديالنا. جرافيك مفرقع الدراري بالروج ولا طبيعه الحال الدراري. هادي جيم سورفايف، عندنا واحد الخيمه هنايا كنا تنبتو، كاينه واحد الشنطه هنايا. المهم نشرحوا بعدا الجيم شنو هي. هاد الجيم هادي عباره عن جيم سورفايف. قال لك يا سيدي جات واحد الضبابه انتشرت في هاد المدينه هادي اللي حنا عايشين فيها وبزاف ديال الناس تحولوا للزومبي، وانا من الناس اللي محظوظين في هاد المدينه هادي اللي قدرت ننجو من هذيك الضبابه حيتاش عندي ديجا مناعه منها والحمد لله لانني عايش دابا باش نصور لكم هذا الفيديو هذا. وبما اننا العشران قدرت نجو من هذيك بابا يعني 100% غادي نلقى بزاف ديال الناس نجاو معايا، غادي تقدر حتى هما تكون عندهم المناعه بحالي يعني اوتوماتيكمون غادي يقدروا يتحدوا دوك الناس وغادي يكونوا عصابه. يعني انا خصني نحاول نسرفايف لاقصى درجه. المهم هذه هي الجيم، هنايا الخيمه فين كنا تنباتوا. نجيو لهاد الشنطه غادي نحلوها. اوكي اول سلاح اوكي بلان بانديج الماء المنشار باش غادي نقطعوا الشجر مطرقه بلان. اول حاجه هو اننا غادي نحلوا الايفنتوري، نشرحوا لكم اش كاين في الايفنتوري حيتاش هاد الجيم هادي ماشي بحالها بحال لي جيمز الاخرين. هاد الجيم فيها بزاف ديال الحوايج، يمكن لك تبني فيها دار، يمكن لك تسوق طوموبيل. يعني هاد الجيم هادي اللي صراحه هرباتوا ليا بالروج ولا. اول حاجه غادي نبداو بها هو اننا غادي نمشيو لهاد البلاصه ديال الكرافتينغ. هاد البلاصه هادي خاصه بالبناء مثلا ديال الديور. مستقبلا غادي تكتشف معايا شحال من بلان في هاد البلاصه ديال الكرافتينغ. اول حاجه هو ستيك، ثاني حاجه وهي هاد الفاير وود هو باش تنقادو ديك الكام فاير ديك العافيه اللي كتسخننا. اوكي تيخصنا لهاد الوود تتقاد بهاد الاكس هذا، هما الوود الكبار اللي باش تتقاد الدار وكلشي تيخصك ليه المنشار. كاين هنايا الا بغيتي تصيد مثلا اللحم ولا الحوت، المهم بيخصك لهم داك الموس اللي عاد لقينا دابا هنايا. سيجي عندنا بزاف ديال البلانات هنا الدراري، مستقبلا غادي نكتشفوهم. والا كنتو الدراري ديجا قصرتوا هاد الجيم ولا عندكم شي معلومات كثر عليها قولوهم لي لتحت في لي كومونتير باش ان شاء الله نتطوروا فيها. هنايا في تنقدو مثلا الدروع ياك، هنا الاسلحه حاليا عندنا غير سبير غادي نقدروا نحلوا بزاف ديال المهارات اللي غادي يكونوا واقيلا كاينين في هاد السكيلز. هاد السكيلز هادو واقيلا مع الوقت الا مثلا كرافتينا شي حاجه ولا قدرنا نقدو شي حاجه قدر غادي يقدروا يزيدوا لنا هنا في السكيلز. المهم عندنا بزاف ديال البلانات هنايا، منهم القنبول الا بغينا نقدو القنبول هنايا، المولوتوف بلان يخصك لي هاد الموارد هادو. هاد الموارد غادي نقدروا نلقاوهم. يجينا مثلا لاطوموبيل هادي مثلا كنجيو لهنايا كنجيو للكوفر ديالها كنجيو كنلقاو الموارد هنايا. بحال مثلا دابا هادي نحطوها عندنا هنا في الايفنتوري. هاد الحلقه هادي ان شاء الله شنو هذا ابجريد فيش كي هاد الابجريد فيش براكيت ما عرفتي علاش هادي. اوكي باكيت سلو بين ابجريد اوكي ما عرفتش علاش هاد الابجريد. المهم انا نوريكم دابا. دابا بحال مثلا دابا الطوموبيل هادي الا بغينا نسوقوها اش بيخصنا. غادي نجيو دابا لهنايا غادي نحتاجو كاع هاد القطاع هادو باش نقادو طوموبيل. بيخصنا اربعه ديال الرويضات، بيخصنا الباتري، بيخصنا الموتور ديال الطوموبيل، وبيخصنا هاد اللعيبه هادي وهي ديجا فيها 3.93 ايترو. يعني كون كان عندنا هاد الفيديو هذا كون جمعنا هاد ليسونس هذا اللي كاين هنايا في هاد البلاصه هادي كون قدرنا نسوق هاد الطوموبيل. دابا اول حاجه غادي نديرو هو اننا غادي نمشيو نقلبوا على شي دار اللي غادي نستقروا فيها ان شاء الله باش غادي نقدروا نحطوا فيها كاع دوك الموارد اللي غادي نلقاو. المهم هاد الشكار غادي يمكن لي نحركها معايا يمكن لي نديها معايا لاي بلاصه، ولكن غادي نحاول دابا نخليها هنايا حتى من بعد نلقى ديك البلاصه اللي غادي نمشي نستقر فيها وغادي نمشي نديها معايا. المهم نكملوا الدراري على الشرح ديالنا لهذا الشيء اللي كاين عندنا في الايفنتوري. المهم هنايا عندنا البلاصه ديال الحوايج، غادي نلقاو الحوايج ملي غادي نكونوا تنستكشفوا في الجيم غادي نلقاو الحوايج غادي نحاولوا نلبسوهم للبلاير ديالنا. وهنايا كالعاده عندنا بريكه وعندنا ماسك اللي غادي يقدر يحامينا من هذيك الضبابه اللي غادي تقدر تجي حيتاش من الليل الليل كتجي ديك الضبابه. وهذه واحد بحال قلتي بوصله، وهذا الفلاش لايت. الفلاش لايت يا سيدي الا بغيتي تخدمو كدير ليه ال بحال هكا صافي هو تيخدم بحال هكا الليل. جانا الليل وما تيبان ليناش الضو غادي نخدمو الفلاش لايت. والحاجه اللي عجبتني في هذا الجيم هو اننا الا لقينا شي كلب غادي نقدروا نربيوه. ما عرفتش كيفاش غادي نقدروا نربيو الكلب، واش خاصنا نروضوه بحال ارك ما عرفتش بالضبط، ولكن غادي نحاول نشوف شي طريقه باش
نروض ليا شي كلب باش يقدر يحامي عليا الا جاوا لي زومبيز ولا بحال هكا. المهم هنا عندنا الهيلت، عندنا الهانغري، عندنا تشولز، عندنا الفاتيك. الفاتيك هي العيا، يعني الا تنقص ليك هاد الفاتيك هذا العيتي خصك ضروري تمشي تنعس، حيت الا تنقص الفاتيك تنقص معاه السطامينا تاعي، خصنا ضروري نمشيو نعسو. وحاجه الوحيده اللي عجبتني في هاد الجيم هادي هو اننا الا مثلا بينا نمشيو مثلا كرافتيو لينا شي حاجه هنايا، الا جينا مثلا لهاد البلاصه ديال الكرافتينغ وبينا نكرافتيو شي حاجه من هنايا، ها ما تيطلعوا لك الوقيته هنايا فاش غادي تكرافطا، طلعوا لك هنا 25 دقيقه 45 دقيقه. انا ما غاديش نتسنى 45 دقيقه مثلا في الريال لايف، غادي ندوز دغيا بحال لا كرافطا دغيا. ولكن كما كتشوفوا معايا هنايا الوقيته داكشي اللي تيطلعوا لك هنايا مثلا 45 دقيقه غادي تزاد لك هنايا، يعني جيم تتوصل واحد الوقيته تتح الليل، وهذاك الليل هو اللي ما خصناش. شوف وقت ما طاح الليل خصنا نلقاو شي بلاصه ضروري نمشيو نحسو فيها باش نحميو راسنا من لي زومبيز. وهنا درجه الحراره اوكي، دابا حاليا شرحنا الجيم، عرفنا اش بيخصنا ليها، عندنا دابا سلاح سيوف ومطرقه مالينوا، نمشيو نقلبوا دابا على راسنا فين غادي نمشيو. اوكي بانت ليا واحد القريه دابا لهيه، ما عرفتش واش كاين فيها شي حد ولا لا. اول حاجه غادي نديرو اننا غادي نحلو الماب نشوفو راسنا فين كاينين بعدا. اوكي كاين واحد الجسر هنايا طويل بحال هكا، بلاتي نشوف بحالو واش كاين في الماب. ما عرفتش بالضبط فين كاين انا، اي ثينك انا كاين هنا، واقيلا الى انا كاين هنا فهاد البلاصه هادي. نديرو نوت اوني اوكي، بخصنا البوصله، يعني ديك البوصله هي اللي تتحدد لنا البلاصه فين غادي نكونوا في الماب. اوكي غادي نحاول دابا نمشي نتحرك لهذيك البلاصه اللي كاينه لهيه. يا شاد شي اللي ما كتعرفوش الدريب، انا هاد الجيمه داير فيها الديب وفيها الدبابه وفيها شحال من بلان، يعني الا مشينا تطلقينا ما بقينا لنا حتى سلاح، صافي مشينا فيها بالروج ولا خصنا نحجزو راسنا. وهاد البلاصه هادي ما عرفتش واش كاين فيها شي حد ولا لا، غادي نمشيو ندخلو على الله يا ربي ما نلقاو فاتح. كاش هادشي صافي، اي حاجه تلقاوها في الارض دابا خصنا ناخذوها، حيتاش يلاه بجينا الجيم خصنا ضروري ناخذو اي حاجه والانفنتوري ديالنا عامر، يعني نشوفو هاد البلاصه هادي اللي ما كان فيها حتى شي حد نستقرو فيها. ويا ربي ما يكون حتى حد. اوكي ما كاين حد، او محلول الدار جيجي. هو داك الحطب الدري اللي قلت لكم شفتوه، هو هذا الحطب. بعدا نشوف هاد البلاصه اش فيها. اوكي بانديج، شنو هذا؟ واقيلا الا بريكاج. اوكي نزيدو بعد الدار. او الاموت سلاح، ويلي ويلي الاموت سلاح، يعني الدراري الدار يقدر بحوالي يكون فيها السلاح. اوكي اوكي شاد شي هنايا. اوكي هذا ما عرفتش شنو غادي نهزو، شنو هي من شافها واقيله. اموت سلاح اخر راه تشوف. اوكي المنحله ما عندناش الاسباس ليها، غادي نحاولوا ندروبيو لينا الدراري شي حاجه باش الانفنتوري ديالنا عمر روج، ولا نهزو الوود، غادي نحتاجو الوود ضروري. اوكي صافي هادشي اللي كاين في الدار. يا ربي غير ما يكونش حتى حد، انا راه خايف انايا اللي يكون جاي شي حد ويشوفنا ويجي. شنو هذا؟ اوكي هاد الكومبوند نقدروا نحتاجوه في شي حاجه، غادي نحاولوا ندروبيو هادي. غادي نهزو هاد الجوج هادو. بدا تطيح الليله الدراري، بدا تطيح الليله الدراري، وحنا باقي ما لقيناش شي بلاصه اللي غادي نقدروا نستقروا فيها. او باتري، ويلي 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 على باتري. لق 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 بلاتي اش اللوحه اش اللوحه. غادي شادي نديروا الدراري. ناري بدا تطيح الليل. لا 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 بديت نقول زعما نمشي نرجع لهذيك البلاصه اللي كنت فيها، ولكن بدا تطيح الليل. غادي نخلي الباتري هنايا، غادي ندخل دابا للدار، غادي نسلي عليا، غادي نحاول نتكا في شي بلاصه هنايا تدوز لوقيته ديال هاد الضبابه هادي تحيد من لهنايا، وغادي نرجع ديك الساعه وغادي نمشي نجيب الشنطه ديالي من هذيك البلاصه، غادي نجي نحطها هنايا نعمرها بالموارد، وغادي نمشي نقلب على شي بلاصه اخرى باش الا كانت ناضيه نمشي نستقر فيها ان شاء الله في هاد الحلقه هادي. فاش شفت الدري واحد اللعيبه هو انني الى بيت نعس مثلا هنا في هاد الدار هادي، اي دار ورك على رقم 7 ونورك على هاد اللعيبه هادي ونقول شحال بيت نعس. كي حاليا غادي نحاول نعس ليا واحد 8 السوايع ولا 9 السوايع باش نوض مع الصباح وندير 7 السوايع وندير سليب ودغيا غادي تدوز لينا النعسه الصاف. اوكي غادي نحاول ناخذ ليا شي حاجه نقصيها، ما عرفتش واش السكر واش يتقصى ولا لا. اوكي بخصنا ضروري الماء. شوف الهانغري تويست الدراري، اللعب ديالنا الا ما كلاش غادي يموت بالروج، ولا غادي نحاولوا دابا نقلبوا علينا شي حاجه ناكلوها دغيا. يا ربي نلقاو شي لعيبه ديال الماء هنايا ولا السطامينا الساط، راه دغيا كطيح. نتشيكيو الطوموبيل غادي نشوف واش فيها. والو اويلي اويلي، لا لا سير سير صافي، لا سير 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 بحالك سير سير تجي بحالك سير سير اودي انت اللي بقيتي لنا. شاد الدراري على دوب سير بحال سير بحال سير بحال سير الا تسير 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 اويلي شوقي. لا 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 ما تقولهاش لا، باش نشوف واش يمكن لي ندير بانديج لراسي. اوكي ها هي، ما عرفتش الدراري كيفاش نستخدم هذا البانديج هذا. اوكي نديرو هادي. اوكي صافي حنا درنا واحد البانديج، خصني دابا الدراري نتسنى خونا هذا يجي الهيلث ديالو وينوز باش الساط، راه ما يمكنش دابا الهيلث الا بينا نقادو دابا البانديج الا بينا نقادو هنايا خصنا ليه جوج ديال دوك الزيف اللي كنا ضروبينا ديك النهار وجوج ديال الكور. اش غنديرو؟ نتسناو الدراري هاد العجبه هذا تيكمل
غادي نرجع لكم بعد ما نوض. دابا راه محمي راسي هنا ما عنديش كيفاش يجي هاد الدبه اللي يدخل عليا. الشراج ما مسدودي، الباب مسدود، كلشي ناضي. اللعاب ديالنا ما قدرش يكمل الهيلث ديالو، داكشي علاش مات لينا دابا. واللعاب ديالنا كان ديجا فيه الجوع وخاصه العطش، داكشي علاش مات. اكتشفنا دابا بان هذيك المنطقه غير صالحه للسكن في الروز، ولا غادي نحاول الشباب نشوف هاد الاتجاه هذا. على الله لقاو لينا شي دار اللي غادي نقدروا نسكنوا فيها ونستكشفوها نشوفوها كي دايره. على الله لقاو فيها شي حاجه الماكله، حيت راه البلاير ديالنا الساط راه ميت بالجوع ميت بالعطش. تتبان لي واحد العباره هي الفوكينه ليه، غادي نحاول نمشي نقص تما يا ربي نلقى شي حاجه الماكله، ولا داك الواد راه هو اللي تيبان لي من لهنايا. غادي نحاول نشوف واش هذاك الواد يمكن لي نشرب منه، على الاقل نشرب منه شي شويه ديال الماء. او الدراري يمكن لينا نشربوا من الماء، او ماي جاد، ويمكن لينا كاع نعمروا حتى القرعه وبلان. راه شوف صافي دابا، شوف دابا ما بقاتش عندنا مشكله ديال الماء، دابا صافي دابا الماء عندنا ناض، دابا السطامينه طلع. اوكي احنا وصلنا الدراري، ما عرفتش واش كاين شي واحد هنايا ولا لا، ولكن غادي نحاول نطلع فوق هذا الجبل نشوف واش يمكن. اوكي يمكن نطلع من الجهه. او ماي جاد دراري ما تقول ساكن تما شي حد، ودقه وحده بالسنايبر ما تقنيش، راني ما يمكنش. قول لي هذيك المنطقه اللي الفوق كلها ساكن فيها بنادم. نحاول نقلبوا على هذه الخريطه، غادي نشوف واش كاين، واش كاينه شي بلاصه الصوت اللي امنه نقدر نتحركوا ليها. واش الصوت بالروج لهذ البلاصه هادي؟ اما بلاصه ما توزع. اوكي اوكي واحد الدار الدراري كاينه من فوقنا بالضبط، نحاول نتحركوا ليها. دابا راه تنجرب هذيك الرجل الدراري اللي ضربني بها هذاك خونا قبيله. يا ربي نلقى شي شويه الهيلت ولا نلقى شي حاجه باش نهيلي راسي. اوكي الصاص ما كاين حد دابا بلان نحل. ويلي 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 علاش ليه ويا صبوط. راه تشوف الجويجه، ويلي ويلي على الجويجه، عندي الامو، ويلي ويلي على الجويجه. الدراري صافي هاد البلاصه حاليا هي اللي غادي نستقروا فيها، غادي نجيو لهنايا نوركو على نقول ليه ميك ديز يور اكتيف بيس. رسميا الدراري كاين اول دار ديالنا غادي نسكنوا فيها. هاد الدار جات الدراري غادي نعديو بها دابا، راه كاينه واحد الطوموبيل تما، هذيك الطوموبيل ان شاء الله هي اللي غادي تكون الطوموبيله ديالنا. دور نقلبوا على الماتش اللي غادي خصنا باش نعيشوا في هذه البلاصه هادي. طارت تبان لي الصات مقاده مصوبه على حقها وطريقه، الشراج مسدودين، البيبان مسدودين، بلاصه مفرقعه. تشوف كون يتحركتيش كون يتحركتي الدراري شي شويه الفوق كون بانت لي دار، ولكن الصات منين عرفنا الدراري داكشي اللي داير بينا هنايا في المنطقه الصات الله يطراني فرحان. اوكي دابا غادي نشوفوا دابا اش كاين هنا. شوف احسن حاجه لقيت هي السلاح الصات، شي منين لقيت السلاح في هذه البلاصه هادي راني هابي الصات بالراجل. اوكي اش كاين هنا؟ اوكي كاينه مطرقه، كاين منشار جديد، او بن قلمه الدراري. غادي نمشيو دابا نجيبو الحوايج ديالنا اللي كاينين لتحت، منهم ديك الشنطه ديالنا. غادي نجي لهذيك اللعيبه ديال موف، غادي نحاول ما نجريش بزاف، نوصل هذه الحقيبه هذه اللي فوق، الحقيبه اللغه العربيه. اوكي حنا وصلنا، نحلو الدار، نحطوها فوق الطابله. دابا يمكن لنا نعمرو الانفنتوري هنايا، داكشي اللي ما بغيناش نحطوه هادي. اي ثينك دابا حنا واقيلا كاينين في هذه الجهه، ياه كاين حنا في هذه الجهه. يعني دابا الا بينا نتحركوا لهاد الجهه هادي خصنا ضروري نجيو لهاد الاريا الدراري، ولا نجيو لهاد الكوميونيتي. عرفتي علاش؟ باش غادي نلقاو جميع لي ماتيريال اللي غادي خصونا ديك الساعه للطوموبيل. شوف هاد الحلقه ما غادي نمشي حتى غادي نصايب ليا شي طوموبيل تكون مفرقعه ان شاء الله. المشكله هو اننا خاصنا ضروري نمشيو نقادو ديك البوصله باش نعرفوا الطريق، حيت دابا باقي ما تنعرفوش راسنا حنايا دابا فين كاينين. دابا هذا هو البروبليم اللي عندنا. اوكي دابا نخليو الدار في هاد الجهه هادي، غادي نحاول دابا نتحرك. راه هي واحد الدار كتبان ليا من لهنايا، بان ليا فيها التراكتور الصاط، ما عرفتش واش التراكتور يقدر يكون فيه شي موارد ولا لا. هاد التراكتور اي ثينك ما نافع بوالو. بغيت نعرف الدراري هاد الابجريد فيه باكيت، ما عرفتش ديالاش الصاط، والله ما عرفتش ديالاش. واش كتزيد ليا شي سلوط هنايا ديال شي حاجه؟ والله ما عرفت. هي جي هاد الكير واقيلا غادي نحتاجوها في الطوموبيل، المهم نخليوها عندنا. اوه اش لقيت الدراري؟ شوف فينا هو، ها هو جلوفز. ايلي احنا شوف احنا بجينا كنلقاو الحوايج بشويه بشويه، والله لا عامره باللوت الدراري هاد البلاصه بالرجوله. انت باقي ما طلعناش للفوق. لا لا والله لا بالرجوله، كتب لي جيم هربانه الصاط مري فيها شي تفاصيل ما يمكنش. ويلي الدراري رقينا 14 يا الدراري، ويلي ويلي رقينا الشورت ديال ولد فاطمه 16 كان لابس دابا السروال. نشوفوا الدراري شحال في الساعه. اوكي هادي 59 دقيقه ديال الصباح، يعني راه باقي الحال اراه ما تسركل في هاد البلاصه هادي تكتشف اش فيها. غادي نحاول الدراري دابا نستكشف اكبر عدد ديال الديور اللي كاينين في هاد المنطقه هادي. وقول لي تحت في لي كومونتير اين منطقه بانت لكم ناضيه اللي غادي نقدروا نستقروا فيها، ولا غادي نقدروا زعما نتنفعوا من داكشي اللي كاين فيها. فهمتوا دابا البلان كي داير؟ داكشي علاش دابا بنخلي دابا ديك البلاصه نستقروا فيها بين ما لقينا شي بلاصه اللي تكون حسن منا وتكون ناضيه عليها ونستقروا فيها ديك الساعه. اوكي دابا سالينا من هاد المنطقه هادي، دابا غادي نحاولوا نمشيو لشي منطقه اخرى. ولكن قبل ما نتحرك
دوكو بما انه كاين هاد الخيمادي هنايا يعني شي واحد عايش هنايا واحد دابا هاد السلاح خصني نحضي راسك شوفي كما كاين شي واحد هنايا كانوا جوج ماشي حتى واحد او ويلي 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 القط رويضه احنا لقينا اول رويضه دابا للطوموبيل ديالنا ويلي لا سلاح ارمي ليا شي حاجه نزل السلاح الثاني ديالنا نحطه يما هنايا نوركو على اربعه والله الا عندي الامو ديالو نار الدراري ويلي ويلي لقينا تاني سلاح ديالنا ويلي ويلي الدراري بالروج ولا حنا ولينا دابا هربانين بانت لي واحد البلاصه راه هي لهيه غادي نحاول نمشي حتى نستكشفها نشوفها كي دايره دابا ما بقى خاصني والو دابا بقى خاصني غير ثلاثه ديال الروايد وبيخصني موتور ديال الطوموبيل وبيخصني ديك التويشيه الصغيره اللي بيخصنا باش نركبوا الطوموبيل صافي ولات عندنا اول طوموبيله ديالنا الصح نار ما تقول لياش كاينين الزومبي هنايا شاد القنت اوكي بعدا نستكشف الطوموبيل نشوف واش فيها فيها والو الكوفر ديالها لا هو ما فيه والو ولكن بالروج ولا الطوموبيل كبيره شوف الكوفر ديالها شحال تيهز بالروج ولا الطوموبيل هادي هي اللي غادي نحتاجها سي رونج روفر بحال هادي هربانه ما تقول لياش بخصني نلبس الماسك رويضه اخرى رويضه اخرى يا صبك نضرب به النادا نزاد رويضه زوج رويضات دابا عندنا دابا هاد المستودع هذا ديال الطوموبيلات ولا غادي نلقاو فيه دابا داكشي اللي غادي خصنا غادي نرجع دابا للطرصات غادي نحط الموارد اللي غادي خصوني ومن بعد غادي نجي لهاد المستودع غادي نهز منو كاع الموارد اللي غادي خصوني باش نقادو اول طوموبيله ديالنا ان شاء الله دابا غادي نحرك دابا للدار ديالي المهم انا وصلت تما نحط الموارد ونرجع لكم الدراري المهم الاخوان احنا دابا رجعنا دابا للدار بي خصنا دابا غير الامو البانديج غادي نحتاجوه ما صافي ثلاثه البلايص انا خاويه نصات المهم انا وصلت تما نرجع لكم دابا احنا وصلنا دابا الدراري لبسوا دابا الماسك وندخلوا على بركه الله نستكشفوا او ماي جاد ويلي 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 لقيت موتور ويلي ويلي صافي الدراري لقينا موتور اش قال لك هذا يو ماتش وينين يو كان مور ايتم لما حدنا لقينا موتور ايش اجي نديرو جي واحد البرانز واه وانا اجي نديرو دابا تفرجوا تفرجوا نحلو بعدا اجي شتا الدراري شنو انا لقيتها كيف دوز اش راه دقيقه الصات ملي نحطو الثاني وبيخصنا الفيول شيت الطوموبيله اصلا ما فيهاش الفيول نشوفوا دابا دابا الموتور احنا جدينا بقى خاصنا دابا جوج روايد وديك اللعيبه ديال الموتور نشوفوا دابا الموتور الا بغينا نحطوه شحال خصنا ديال الوقيته اوه 20 دقيقه اوكي هاد النقطه هذا ما بقى فيه والو نمشيو دابا نشرشيو لينا في هذوك الطوموبيلات راه هما على الله لقاو شي حاجه يا ربي ما يكونش شي واحد هنايا ثاني اوكي رويضه ها هي لقينا رويضه اوكي نمشيو بعدا نحطوا الرويضه هي الاولى باش ما تزيدش ثقل عنا حنا كنجريو نحطوا الرويضه بحال هكا هات لينا رويضه وحده وبيخصنا باتري وديك اللعيبه اوه على سلاح ويلي 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 على سلاح لقيت رويضه اي حاجه غادي تقدر تنفعنا غادي نجمعها من هاد القريه هادي ليسونس ليسونس ضروري بيخصني ليسونس هما الجوانط الدراري هما ركبوا ليها صافي هادي شوف الطوموبيل هادي هي بتولي ديالنا سالينا ما كاينش الضحك الدراري حنا لقينا ديك ابجريد ايفنتوري حنا لقينا وحده بلان دابا غادي تزيد لينا جوج ديال لي باكيج هنايا بلان المهم الدراري هادشي اللي كان في هاد الحلقه هادي ثانكيو سو ماتش الى وصلتي حتى للدقيقه تاع الفيديو ثانكيو سو ماتش الدراري لا سيبورت ديالكم في كاع الحلقه اللي تنحطوا الحلقه الجايه ان شاء الله غادي نحاول نقلب خلف الكواليس على بارتيات الفيول اللي بيخصوا لهاد الطوموبيل هادي الحلقه الجايه غادي ان شاء الله تكون موجوده طوموبيل هاد الحلقه درنا بزاف بالروج ولا لقينا بزاف ديال السلاحات كاين دار فين نسكنوا كان معكم بيكسي تهلاو